ديك الوقت كان كلشي كيتسنى غير فوياخ سعيد مانولو يدخل من الملعب، غير فوياخ يدخل. كان ما عندي غرض، كنت كنقول يعني الدنيا هانية بلهي مع تسيحات تسيحات ديما تسيحات. الوليدات ما حتى راحتهم ما بقاوش كيجبروها مرة هنايا، ما كيقدروش يجبروا. والكلمات كيتهضروا ولكن التطبيق ما كاينش. دابا حتى ولا خرجوني راه ما عندي حتى فين نسكن، ما عندي حتى فين نسكن. دابا راه مره يعني صافي عندي الافراغ دابا، بحال لي انا على برا، بحال لي انا في الزنقه. سعيد مكركب ملقب بمانولو طنجاوي خلق ترابي في مدينة طنجة، مشجع فريق ديال اتحاد طنجة وسابقا الفريق الوطني المغربي، يعني قوس الأيام ديال أيام 87 كنت كنطلع في الأيام ديال الفريق المنتخب فريق الوطني المغربي، عاودتها وعاود كنت كنجد الإقصائيات كأس العالم، ما خلينا كازا، ما خلينا الرباط، ما خلينا يعني جميع المدن المغربية اللي هي كنت كنطلع فيها في التشجيع ديالي. بالنسبه لطنجه ما كنتش كنقاد حتى الورقه، كندخل يعني غير كنلحق بالمسائل ديالي الماتريال، كيشوفوا مانولو كيقول لك كيفتحوا لي الباب، كندخل نعمل الشغل ديالي. ديك الجمهور ديك الوقت، دابا راه كاين الناس راه في الصين ديالنا وكاين مساكن اللي كيتسناو غير مانولو فيا يدخل ديك الداخله ديالو وديك الحماس. الطبل ديال التيحات ديك اللي كنضرب فيه باقي موجود، خليته تحفه، باقي عندي باقي موجود ديك الطبل، ديك اللي كنت كنشجع فيه بديك الايام 87 هذاك، خليته باقي عندي تحفه، باقي منزل عندي. عشرة من 40 كان ديك الساعات كان هو رئيس، كانت يعني كان ما كشبار ببركه اذا كيعمل واخر كيعمل لي 30 الف فرنك في المباراه. مورا قال لي باش ما تبقاش هذيك، انا غنعمل لك واحد الشهريه، بقى ديك الشهريه هذيك. بقيت انا كنقول زعما صافي محمس، كنبقى ديك البركه في الكار، بقى ديك البركه في الكار، كتوكل بيا وليداتك وكذا ومسائل. اخوتي انا ضحيت بولادي وبالاسره ديالي ويعني بكل شيء ديالي وبصحتي ولله الحمد، الحمد لله. يعني دابا السن ديالي رانا 63 ولا 62 عام في عمري، ما كاينش شي حاجه اللي عادي كما كيقولوا الاخوان تينا، راه بالاقل واخا تكون سالم ما تعملوا لك بعدا غير اقل واحد الشهريه ديالك ولا المهم واحد شي حاجه اللي غادي تقدر تستافد منها. الوليدات ما حتى راحتهم ما بقاوش كيجبروها مره هنايا، ما كيقدروش يجبروا، دائما با فويا با وهنايا واش ني هذا با، دابا يفصح ربي، دابا صبروا با غادي يفصح ربي ان شاء الله، ما يكون غير خير. دابا اللي غبعوتي كبروا غادي يجبروا عندهم شي طريب البركه اللي تغطاو فيها، يجبروا بعدا كبروا طلعوا في الدار، جبروا في الدار باباهم 30 عام ديال الكرا وفويا خا الوالد. دابا هما كينكروا عليا، كيقول عندي الافراغ، عطيني شهر باقي لي 15 يوم اخوتي، 15 يوم باقا منا فيها 10 ايام. دابا عندنا واحد 60 ديال المترو ديال النسب، تساعدوا معانا، تعاونوا معانا، عيب نسترو الوليدات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.